أجلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في النظر في قضية جريمة تفجير جامع دار الرئاسة إلى 21 من الشهر الجاري. وكانت النيابة طلبت التأجيل بسبب عدم إحضار المتهمين السجناء وعدم حضور المتهمين المفرج عنهم. وكان المجني عليهم في القضية قدموا طلبا لتنحية قاضي المحكمة الجزائية كونه ينتمي إلى التجمع اليمني للإصلاح المتهم وفقا لأهالي المجني عليهم بتفجير جامع دار الرئاسة. اليوم عقدت أول جلسة في جلسة تفجير جامع الرئاسة الإرهابية ولم يحضر المتهمين، وكان هناك بلاغ على صفحة الأستاذ عبد الرحمن برمان محامي المتهمين ممثل منظمة هود بساعة 10 مساء أن الجلسة تأجلت، لا نعرف كيف علم ولا ندري ما هو مصدره. وعموما فعلا اليوم الجلسة تعتبر يعني تعتبر أنها تأجلت لأن المتهمين لم يحضروا، وكل ما عملنا أننا قدمنا طلب بتنحية القاضي لأسباب موضوعية قانونية مع مرفقات سلم القاضي في الجلسة موقع من بعض أولياء الدم والمصابين الذي حضروا، وتأجلت الجلسة للفصل فيه. النيابة والمحكمة أصبحت شبه مشلولة، النيابة عاجزة عن إحضار المتهمين والمحكمة يعني شبه مشلولة بسبب الانتماء الحزبي.